تلك الفتاة الصغيرة في السن التي جاء لها الذئاب البشرية واختطفوا صورها من المواقع الاجتماعية، وكنا نحذر بناتنا ونقول لهن عليكم أن تتقوا الله، لا تنشروا صوركم في المواقع الاجتماعية، فإن الزمان هذا مخيف، وإن العالم مخيف، وإن الذئاب البشرية تنتظر لقمة من بناتنا. أخذوا تلك الصور لتلك الفتاة وكلها صور عادية، كما تظن بناتنا اليوم أن الصور التي أنشرها هي صور عادية، وهي صور كلها صور لا تخدش الحياة. فأخذوا تلك الصور وفبركوا تلك الصور ووضعوها على مشاهد لا ترضي الله، وأرسلوا تلك الصور إليها وإلى أهلها وقاموا بابتزازها. عرضت الأمر على أهلها فما صدقوا، قالت لهم لست أنا، ما صدقوها، قالت هذه يا أمي هي ليست صوري، هذه الصور التي ترونها والله ليست صوري، وإنما صور مفبركة، ولكن يا ليت عمرها ما عمرت بيت، ولكن يا ليت عمرها ما عمرت بيت. وأين مصلح ذلك الكسر بعدما كسر؟ فما صدقتها أمها، وبدأت تلك الفتاة تدخل في حالة لا يعلمها إلا الله وهي صغيرة في السن. أيها الكرام، كتبت فيها يا أمه والله أنني متربية، والله يا أمه أنني صالحة، وأن تلك الصور هي ليست صور التي رأيتموها. وضعت تلك الصورة في غرفتها ثم انتحرت قبل يومين. أيها الآباء، أيتها الأمهات، اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في أولادكم، فإن العالم في الخارج مخيف. اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في أولادكم، فإن هذا العالم في هذا الزمان مخيف. أيها الكرام، ذئاب البشرية تبتز بناتنا بصور مفبركة.